عليك أن تدرك، هل تفسد وسائل التواصل الاجتماعي لغتك الإنجليزية؟ في الأسبوع الماضي قرأت محادثة أختي الكبرى مع صديقتها على الإنترنت، فلم أستطع أن أفهم كلمة واحدة. ولا يعود السبب إلى جهلي باللغة الإنجليزية، بل لأن لغتها الإنجليزية بدت وكأنها لغة من عالم آخر. كانت تكتب كلمات عشوائية مثل أفك، جي تي جي، أيم هو، أو أم دبليو، تي بي إتش. عندما سألت أختي عن معاني تلك الكلمات، ضحكت وقالت إن كلمة أفك تعني as far as I know، أي بقدر ما أعرف، وأيم هو تعني in my humble opinion، أي برأيي المتواضع، وأو أم دبليو تعني on my way، أي أنا قادم، وتي بي إتش تعني to be honest، أي بصراحة. فلماذا كانت أختي تستخدم هذه الكلمات العشوائية؟ الأمر منطقي بالنسبة لها، لأنها لم تعد ملزمة بكتابة عبارات طويلة، فهذا يوفر وقتها. قالت إن هذه تسمى اختصارات، كما إن العديد من أصدقائها يستخدمونها لأنها تجعلهم يبدون رائعين. هل اختلط عليك الأمر؟ ستتفاجأ إن قلت لك إن مستخدمي الإنترنت يستعملون الكثير من هذه الاختصارات كل يوم. من باب الفضول سألت أختي إذا كان أصدقاؤها يستخدمون هذه الاختصارات أثناء كتابة فروضهم الدراسية أيضاً، فقالت إن بعضهم يفعل ذلك. ضحكنا جداً متخيلين كيف سيكون شكل الفروض الدراسية عند كتابة هذه الاختصارات، ولكننا كنا نعرف أن التلميذ سينال علامة متدنية عند تهجئته الإنجليزية بشكل خاطئ. أختي ذكية ولا تستخدم أبداً هذه الاختصارات أثناء كتابة فروضها وامتحاناتها. Online Sense مبادرة من ICDL العربية كخدمة مجتمعية لنشر التوعية بالسلام على الإنترنت بين أولياء الأمور والمعلمين والطلبة.